نرجع مع حضراتكم مرة تانية، نروح تحالف الأحزاب المصرية. نتكلم على 40 حزب. النهاردة كانوا تقريبا عاملين اجتماع، وطبعا الـ40 حزب طلعوا بيان النهاردة بعد الاجتماع اللي اتعمل. تعالوا نشوف قالوا ايه. تحالف الأحزاب المصرية، نظم تحالف الأحزاب المصرية مؤتمرا شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزب سياسي، الأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة. استعرض خلاله الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة. كما يثمن التحالف تحالف الأحزاب المصرية مسيرة النهضة والبناء التي قادها السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة. وإن تحالف الأحزاب المصرية من منطلق مسؤوليته السياسية يطالب ويؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات المقبلة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها سيادته. ده بيان مهم من تحالف الأحزاب المصرية. طبعا أولا كلام العشر سنوات وما حصل في العشر سنوات وما تحقق عشر سنوات، ولكن التأكيد على مطالبة رقم واحد، مطالبة الرئيس بالترشح ودعم الرئيس أيضا للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. نشوف الأحزاب وقائمة الأحزاب. آدي الأحزاب والتوقيعات. أول واحد إرادة جيل، النائب تيسير مطر، السادات الديمقراطي، نائب عفت سادات، حركة الوطنية لواء رؤوف السيد، الريادة دكتور كمال حسنين، مصر بلدي لواء سيف الإسلام عبد الباري. لواء سيف الإسلام ياه. لواء سيف الإسلام اللي نعرفه كان النقيب سيف الإسلام عبد الباري، كان في قصر النيل، تخيلوا. والله الناصري الدكتور محمد أبو العلا، حزب حقوق الإنسان مواطنة مشار جمال التهامي، عرفوا أيضا يمكن 20 سنة ولا أكتر. مصريين الدكتور حسين أبو العطا، الأحرار طارق درويش، حزب شباب مصر سيد العدلي، أبناء مصر مهندس مدحت بركات، مستقلين الجدد دكتور هشام عناني، البداية هو الريادة والبداية، لا ده غير الريادة، البداية لواء محمود حسام، صوت مصر دكتور ناصر سليمان، حزب العربي للعدل والمساواة شيخ علي فريج، حزب الاجتماعي الحر المستشارة عصمت مرغني، وكنا بنقابلها كمان في لقاءات كتيرة جدا. مصر كلهم طبعا عارفينهم كلهم، ولكن لما بيجي حد كده من مصر مستقبل مستشار رضا حجي، العرب الاشتراكي لواء عبد العظيم وكمان رامي السيد، الانتماء المصري مجد حسن، نهضة مصر أحمد أبو النظر، أبو النظر، السلام الاجتماعي زينب سيدة زينب بسيوني، الاتحاد الديمقراطي دكتور حسن ترك، حماة مصر ده غير حماة الوطن، ده حماة مصر اللي هو مدحت الحداد، الأحرار الدستوريين محمد المنصوري وعنه محمد يكن، المصري سيد محمد الشعب الديمقراطي، المستشار خالد فؤاد الصرح، المهندس طارق نديم، العدالة الاجتماعية الأستاذ محمود فرغل، النصر المستشار شريف الحسيني، مصر 2000 المستشار عبد الحليم غزال، الغد المصري الدكتورة جيهان الشريف، ده غير الغد موسى مصطفى موسى، ده غير الغد حزب الرئيس موسى مصطفى، العمل أشرف عبد الله ومحسن أبو سعدة. دول أحزاب التحالف المصري الذين طلبوا السيد الرئيس بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. أحزاب طبعا غير مستقبل مصر، مستقبل وطن والمؤتمر والأكتوبر والمصريين الأحرار،
كل الأحزاب اللي نتكلم عن غيرهم، لأنه زي ما بقول كده كل الأحزاب ديت الرئيس تستمر المسيرة، تستمر التنمية، تستمر هذه المشروعات القومية اللي مش عاجبة البعض، اللي مش عاجبة البعض، كل دول تستمر. وقبل كل دول، يعني قبل كل هذه الأحزاب